الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم شيخ وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 32، كتاب اللقطة، وفيه 6 أبواب. واللقطة بفتح القاف والطاء هكذا لغة، وهناك لغة أخرى لقطة بتسكين القاف وفتح التاء، وهي لغة المصريين. يبقى لغتان، لغة لقطة ولقطة، وهو ما يلتقط في الطريق لا يعلم صاحبه. أي شيء يلتقط في الطريق لا يعلم صاحبه يسمى إيه؟ لقطة. إذا كان لا روح له، أما إذا كان له روح يعني حيوان يسموه ضالة، يقول لك ضالة إيه؟ الإبل، ضالة الغنم، ضالة الإنسان. يعني وجدت إنسان تائه تسميه إيه؟ إنسان ضال، ما تقولوش لقطة. لو شفت شاه ماشيه كده لا صاحب لها تسمى ضالة ايه؟ الغنم، ما تقولش عليها لقطة. لو شفت جمل ماشي كده مالوش صاحب ما تقولش عليه لقطة، تقول ضالة الإبل. جبل لقطة تطلق على غير الحيوان مما لا صاحب له، مما لا صاحب له معروف، فهمت؟ ولها أحكام. يبقى الإنسان لو وجد مالا في طريق المسلمين أو في مكان ما لا يعلم صاحبه لها أحكام. لابد أولا، هل يجب التقاطه ولا يستحب التقاطه؟ إيه حكم التقاطه أصلا؟ هل يجب علي ألتقطه؟ فإن لم ألتقطه يبقى حرام أأثم، ولا يستحب التقاطه ولا أأثم لو تركته؟ 3 أوجه عند الشافعي. وجه قال بالاستحباب فقط، وجه قال بالوجوب، والوجه الثالث فصل. قال: إن كان في مكان إن تركته لا يضيع غالبا فيستحب التقاطه، وإن كان في مكان يضيع غالبا فيجب التقاطه حتى لا يضيع. فهم؟ كل ذلك إلا في الحرم، فلقطة الحرم يحرم التقاطها. في الحرم اللي يحدود الحرم المعروف في مكة، لقطة الحرم يحرم التقاطها إلا لمعرف ولا تتملك، إنما في سائر البلاد غير الحرم تتملك بعد سنة، بعد ما تعرفها تقعد سنة معك تتملك طالما لم يأتي صاحب. إلا لقطة الحرم لا تتملك مطلقا، تعرف أبدا. واضح؟ وما حكم تعريفها؟ يبقى حكم التقاطها 3 أوجه، يستحب واجب والتفصيل 3 أوجه. كويس؟ طب تعرفها، هل واجب ان انا اعرفها؟ اذا التقطتها هل يجب علي اعرفها ام لا؟ يجب تعرفها قولا واحدا، سواء التقطتها استحبابا او وجوبا فيجب تعرفها. ومدة تعرفها في الغالب الاعم سنة، الا ان تكون تافهة فيكفي تعرفها مدة تعرف عرفا ان صاحبها لا يسأل عليها بعد ذلك، وتختلف باختلاف ايه الاشياء.
تعريفها يعني الإعلان عنها، لا بأمارتها لكن بوجود شيء عندك، ثم يأتي الناس يتعرفون عليها بأمارتها، تكون انت لك أمارة عارفها، الكيس بتاعها شكله ايه، مكوناتها ايه، بحيث اللي يجي يذكر لك هذه الأشياء، فإن ذكرها يبقى دي قرينة تدل على أنه صاحبها فتردها إليه. واضح؟ تعرفها فقط أنك تقول يا ناس اللي تايه منه حاجة موجودة عندي، فهمت؟ وخلاص. ويعلن في الأسواق، في المساجد، في أماكن تجمع الناس. والوقتي في زماننا ممكن في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحف في السيارة إذا كانت لها قيمة يعني. باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 95 بعد 594. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، شيخ الإمام مالك، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ده شيخ الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب المشهور، وكانوا يسموه ربيعة الرأي من رجاحة رأي، اسمه ربيعة الرأي ده شيخ الإمام مالك الكبير اللي هو إيه يعني. شوف الإمام مالك ده في صحيح حسناته، شوف الإمام مالك الكبير ده صاحب المذهب الكبير ده في صحيح حسنات ربيعة، فرضي الله عنهم جميعا. قال قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة، يعني أعمل إيه في اللقطة؟ أجد أشياء في طريق المسلمين يا رسول الله، ماذا أفعل فيها؟ قال يسأل النبي حكمها. قال اعرف عفاصها، والعفاص هو الوكاء الوعاء بتاعها، العفاص الوعاء بتاعها يعني الكيس اللي محطوطة فيه، الشنطة اللي موجودة فيها، ادي معنى العفاص، ما يحفظها وعاءها يعني، ووكاءها والرباط بتاعها، يعني اعرف امارتها كويس. ثم عرفها سنة، عرفها سنة يعني يعلن عنها، يجي في صلوات الجمعة يعمل اعلان على ايه، ابواب المساجد عشان الناس كلها تعرف، ويروح في الاسواق يعمل اعلان، يمشي في السوق كده بصوت عالي ونادي، يعني اللي هياخد اللقطة هينبني عليها احكام تشغله، عشان كده لو واحد مشغول ممكن يلاقي الحاجة مرمية يقول لك انا ماليش دعوة وانا فاضي الف ورايح نفسه. والوقت والحمد لله بقى في النظم الحديثة انت بتوصلها للبوليس، تاخد اللقطة الوقت تريح نفسك، تاخدها توصلها لقسم البوليس، لقيتها في الشارع الفلاني، قسم البوليس يحتفظ بها، والناس اما بتضيع منها حاجة تروح لقسم البوليس، في حد جاب لكم حاجة ضايعة؟ فهمت ازاي؟ فبقت الحياة اسهل من زمان، يعني في زماننا احنا بقت الحياة اسهل كتير في التعاون مع مثل هذه الاشياء. يبقى اعرف عفاصها ووكاءها، ليه تعرفهم كويس؟ علشان لما يجي لك الانسان الضيع منه يقول لك الامارات بتاعتها، يقول لك اه ده كانت محطوطه في شنطه، والشنطه دي كان لونها بني، وكان داخلها فيها كذا وكذا، وانت تقوم ايه تبتدي تصدقه بقى، علشان بيقول لك الامارات بالضبط. يبقى اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنه، شوف الحديث قال لك ايه، عرفها سنه، إذا كانت تتحمل تقعد سنة، افرض في أشياء ما تتحملش تقعد سنة، وجب طعام ما يقدرش يشيله سنة يفسد، يبقى يعرفه ويعرف تفاصيله وياكله أو يتصدق به، ولما يجيله صاحبه يضمنه يديله تمن بدله، لأنه لو حافظها مدة طويلة هيهلك، فاهم؟ لكن يعرف تفاصيله إيه وكم وزنه قد إيه وتفصيله قد ايه، وياكله هو ان كان فقير او يتصدق به وياخد ايه ثوابه صاحبه. لو جاب صاحبه وقال له بعد مده يبقى عارف
قدره قد ايه يديله قيمته او صاحبه يسامحه وخلاص. فهمت؟ يبقى يعرفها سنه ان كانت تتحمل الحفظ سنه. فان جاء صاحبها يعني في خلال هذا العام جاء صاحبها ويعني جاء صاحبها عرفته منين؟ بانه يقول لك امرتها العفاص والوكاء الأمارة بتاعتها. وإلا فشأنك بها يعني شأنك بها يعني تتملكها على سبيل الضمان، يعني شأنك بها يعني اعتبرها رزق ربنا ساقه لك، إن كنت محتاجها استعملها. لكن لو جالك صاحبها بعد كده تضمنها عند الشافعية والأحناف، ولو جالك صاحبها بعد السنة لا ضمان عليه، الضمان في خلال السنة بس عند الملكية. فهمت؟ يبقى الملكية قالوا لو جالك بعد سنة وانت استعملتها لا ضمان عليك خلاص. والشافعية والأحناف قالوا لا تضمنها أبدا ولو جاءك بعد عشرات السنين. تضمنها يعني يعني تديله بدلها قيمتها. فهمت؟ إن كنت استهلكتها. والراجح هو مذهب الشافعية والأحناف. الملكية قالوا أصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فشأنك بها وما قالش تضمنها. معنى نقول له ما النبي صلى الله عليه وسلم أي أثبت الضمان في إيه؟ في أحاديث أخرى وأدلة أخرى. فاكتفى لكمال ذكره في أحاديث أخرى. فلا نأخذ الحكم من حديث واحد. فهمت؟ قال فضالة الغنم، شوف بقى سأل على ضالة الغنم، يبقى الحيوان يسمى ضالة. واللقطة ما لا روح فيها. فهمت بقى؟ قال له يا رسول الله طب انا وجدت ضالة الغنم مش لاقي صاحبها. قال لك او لاخيك او للذئب، يعني معناه خدها لانها مش هتعرف تحمي نفسها، الغنم ضعيفة. فهي لك يعني تاخدها حفظا حتى ياتي اخيك صاحبها يعني، ولو تركتها اكلها الذئب. وربنا كره لكم إضاعة المال. فهمت؟ وقال شكر قال إيه؟ إن جاء بقى صاحبها في خلال السنة يأخذها وما زاد فيها. سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة. يعني إيه زيادة متصلة أو منفصلة؟ يعني الغنمة سمنت. أدي زيادة متصلة. لما لقيتها أنت كان وزنها 30 كيلو. قعدت تربي فيها وتأكلها وحفظتها مع الغنم بتوعك. لما جاء صاحبها بقت وزنها 40 كيلو. دي اسمها زيادة متصلة. ياخدها صاحبها بالزيادة المتصلة. فهمت؟ طب والزيادة المنفصلة؟ خرج منها لبن. وقعدت تحلبه وتعمله. فهمت ازاي؟ تديله قيمة الزيادة المنفصلة كمان. لو جالك في خلال السنة، طب جالك بعد السنة ياخذ المتصل ولا ياخذ المنفصل؟ فهمت التفاصيل؟ يبقى لو جاء خدها بعد سنة يأخذ المتصل ولا يأخذ المنفصل. فهمت؟ بالنسبة لأكلها ما هو برضه هياخد ثواب. في كل كبد ردة أجر. وحفظ المال للمسلم. ما هي داخل فيها الصدقة. فهمت ازاي؟ والإحسان للمسلمين وحفظ أموال المسلمين، شوف ثواب كبير، حاجات كتير عملها. فهو كسبان أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه على ضالة الغنم؟ قال لك او لاخيك او للذئب. تقوم تعمل ايه؟ اخيك مش عارفه اللي هو صاحبها، تقوم تاخدها ولا تسيبها للذئب؟ كأن النبي بيقول له بالمعنى الكلام ده، خدها احتفظ بيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم العرب بطريقة فصيحة، ما قالوش خدها، قال له لا فكر انت ممكن، كانه بيحث امته على القياس. ازاي تسالني بحاجه زي ما هي واضحه؟ كان النبي بيقول له دي حاجه واضحه صلى الله عليه وسلم. ضالة الغنم ضعيفه وانت لا تعرف صاحبها وهي في الطريق لوحدها في الصحراء. يبقى لو ما خدتهاش وصاحبها مش موجود يبقى مين هياخدها؟ هياكلها الذئب. يبقى خدها انت، معناها خدها انت على طول. قال فضالة الابل. طب يا رسول الله الجمل بقى، انا لاقي جمل مش عارف صح. قال ما لك ولها،
الجمل يدافع عن نفسه قوي، مقدرش حد يقرب له، وبعدين ما يجوعش، ده ممكن يقعد اسبوعين ما ياكلش، اكله مخزنه في السنم بتاعه، وكمان ممكن يقعد اسبوعين ما يشربش. فما تخافش عليه، ده لا هيجي ذئب ياكله ولا هيموت من الجوع ولا من العطش. فهمت ازاي؟ فضلت الابل سبت، تفضل ماشيه كده لحد ما تقابل صاحبها. قال فضلت الابل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. شوف، معها سقاؤها، يعني هي ايه؟ تتحمل الشرب. يعني الجمل يشرب يقعد اسبوعين مش عايز يشرب تاني. فهمت ازاي؟ وبعض الجمال تتحمل عدم الاكل لمده شهر واكثر من شهر، 40 يوم. ما ياكلش خالص وفي قوه ويمشي. وعشان كده قالوا عليه سفينه الصحراء. يعني يمون، كانك مونت عربيه وتمشي بيها مئات الكيلومترات. فسموه سفينة الصحراء عشان كده. سبحان الله، خلقه ربنا بطريقة عجيبة. في آية، يعني الجمل ده آية من الآيات. وحذاؤها، قال على الخف بتاعها، يعني الخف بتاعها سماه كأنه حذاء، يعني تتحمل المشي الأمور الطويلة دون أن ينبري، كناية عن خفها يعني. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى احسب قرات عفاصها. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر قال ابن حجر اخبرنا، وقال الاخران حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها. استنفق بها يعني اجعلها في نفقتك بعد كده، بعد السنه دي استنفق بها، يعني ايه؟ اجعلها ضمن نفقتك. طب ان جاء بعد السنه، قلنا يضمنها عند الشافعيه وايه؟ والاحناف، ولا يضمنها عند الملكيه طالما جاء بعد سنه. فهمت المساله؟ والاحوط مذهب الاحناف والشافعيه في المساله. ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها له. فقال يا رسول الله فضلت الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال يا رسول الله فضلت الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه من كثرة الأسئلة. فهمت ازاي؟ لجاجة يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب إن الناس تقعد تسأل كتير. الحكاية واضحة خلاص. ثم قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. فاستدل العلماء على جواز الحكم عند الغضب. احنا قايلين في القضية القاضي لا يحكم اذا هو غضبان، مش كده؟ طب افرض حكم وهو غضبان، ينفذ حكمه، ولكن يكره له ان يفعل ذلك، لان لا يؤمن عليه في حال غضبه ان يكون معتدلا في حكمه. طب والنبي هنا حكم حال الغضب ليه؟ امن في جانبه لعصمته. فهمت بقى؟ يبقى النبي مهما حتى لو غضب وحكم يحكم بالعدل في كل احواله لعصمته بالنبوه وكمال حاله صلى الله عليه وسلم. اما غيره فاذا حكم اثناء الغضب، عشان كده لا تاخذ قرار في حياتك وانت غضبان ابدا. في اي حياتك كلها، عربيتك ضيقتك شويه مش عارف ايه، ما تكررش وانت تعبان منها تقول هبيعها، هتبيعها برخيص وتخسر فيه، اصبر بقى شويه كده لما تهدى وانا ببيعها. مراتك ضيقتك شويه ما تكررش وانت غضبان تطلقها، اصبر شويه كده واقعد فكر. طب انا لو طلقتها والعيال هيعيشوا ازاي وانا هروح فين واتجوز غيرها ازاي بقى. يعني يقعد يفكر، وبعد ما يزول الغضب خالص ويهدى كده ويستخير يروح يطلق، ساعتها مش محتاج دار الافتاء لانها خد قراره واضح. انما المشكله يطلق وهو غضبان وبعدين يندم وبعدين يروح دار الافتاء يقعد يعيط لهم هناك. فهمت ازاي؟ لانه خد قراره وهو غضبان، فالغضب يؤدي الى الندم
والى الظلم. اذا اخذت قرار وانت غضبان تملي تندم وايه او تظلم غيرك. لكن النبي ايه صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا. ليه بقى؟ لكمال حاله بنبوته وحفظ الله له صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهبه قال اخبرني سفيان الثوري ومالك بن انس وعمرو بن الحارث وغيرهم ان ربيعه بن ابي عبد الرحمن حدثهم بهذا الاسناد مثل حديث مالك، غير انه زاد قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا معه فساله عن اللقطه قال وقال عمرو في الحديث فاذا لم ياتي لها طالب فاستنفقها، يعني اجعلها في نفقتك. اللي هي قال له في الروايه الثانيه شانك بها، يعني تصرف فيها بقى. زين يتصرف فيها يعني ايه؟ يعني يتصدق بيها، ياخدها هو لنفسه براحته بقى يتصرف. وعن ابي قال وحدثني احمد بن عثمان ابن حكيم الاودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث اسماعيل بن جعفر، غير انه قال فاحمر وجهه وجبينه وغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب يحمر وجهه، وكان ايه في جبهته عرق يدره الغضب، عرق كده يظهر يدره الغضب، يعني يمتلئ عند الغضب صلى الله عليه وسلم. دي في صفته الجبين. مش انت لما بتسجد تسجد على الجبهه، جانبي الجبهه اسمه جبين، يبقى لك جبينان، الجبهه اللي هي الوسطى واللي بتسجد عليه كويس، جانبي الجبهه جبينان خلاص، يبقى ده جبين وده جبين. والنبي كان واسع الجبين من صفاته ايه؟ واسع الجبين صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان له جبهه واحده وجبينان، مش كده برضه؟ فوق الجبين على طول حاجه اسمها النزعه، وفوق الجبهه الناصيه، فوق الجبهه تلاقي الناصيه المصريين يقولوا عليها القصه، مش كده برضو؟ او القصه تنفع الاثنين، اللي هي الناصيه لان اسفعم بالناصيه، وعلى جانبي الناصيه ايه؟ النزعتان، تلاقي الحته دي ما فيهاش شعر كده، منزوعه الشعر سموها النزعه عشان كده، مش كده برضو؟ على جانبي النزعتان الصدغ، يبقى الحته دي اسمها الصدغ، تنزل من الصدغ تلاقي العذار اللي هو الشعر اللي على العظمه دي اللي امام الاذن سموه العذار، تنزل من العذار تلاقي العارض، العارض اللي هو الشعر اللي موجود على الفك السفلي يسموه العارض، لحد ما توصل لحد زاويه الفك السفلي تلاقي ايه اللحيه، والتقاء اللحيتين يسموها الذقن اللي في النص دي، الذقن، واللي فوق الذقن بين الذقن والشفه السفلى يسموها العنفقه، مش كده برضه؟ واللي فوق الشفه العليا الشارب، عشان بيشرب معاك كلما شربت شرب معك فسموه الشارب عشان، وعلى جانبي الشارب السبال، فهمت؟ طيب وقدام العارض شعر الخد اللي هو يبقى على الوجنتين. عرفت بقى كل حاجة؟ يبقى ما تسألش تاني بقى على الجبين، عرفت الجبين؟ فاحمر وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك أمانة. يبقى يد الملتقط على اللقطة يد أمانة وليست يد ضمان، لأن يد يد على الوديعة يد أمان، فيبقى اللقطة وديعة، يبقى يد أمان لا يضمن، واضح؟ يعني لا يضمن، يعني يعني لو هلكت عنده بغير تقصير لا يضمن ثمنها، أدي معنى يد أمان. افرض احتفظ بها في بيته ثم ايه
جاء سارق فسرق اموال بيته، فهي سرقت مع ما سرق من ماله، لا يضمنه لانه وضعها في مكان حفظه، او احترق البيت فاحترقت مع ما في البيت، لا يضمنه، فهم؟ لكن متى يضمن في الوديعة؟ بالتقصير، يعني لم يحفظها الحفظ الكافي، يعني تركها هي خارج المنزل، فأي واحد ماشي ياخدها يبقى كده يضمنها، فهم؟ لأنه قصر في حفظها. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد ابن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبي أو الورقي اللي هي الفضة يعني، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها يعني اتركها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه، الوجنة غير الجبين، الوجنة اللي هي عظم الخد، شايف عظمة الخد دي؟ دي اسمها الوجنة، يبقى الوجنة عظم الخد، شوف الخد ده اسمه الخد، سموه خد ليه؟ عشان تحطه على المخدة، لما تيجي تنام على جنبك هو اللي بيلمس المخدة من وجهة ايه؟ الخد، فسموه الخد نسبة للمخدة، كويس؟ عظمة الخد دي سموها الوجنة، فاحمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم. ايه؟ سألوا أسئلة كتيرة فأسئلة مش محتملة، لأنها وضحت إن هو المفروض يلتقطها ويأتمنها، خلاص. الجمل مش محتاج بقى تلتقطه لأنه قوي. يعني هو بيلتقطها مخافة تضيعها. فهمت إزاي؟ أدي مسألة. فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، يعني قال لك أمرتها، فهمت ازاي؟ عفاصها قال لك هي موجودة في الكيس بشكل الفلان، وكان جواها عددها كذا، كويس، وكان الرباط بتاعها لونه أحمر أو لونه روز أو لونه بني أو لونه أخضر، يعني قال لك لون الرباط بتاعها كمان، خلاص بقى بتاعها، يبقى هو صاحبها، فاهم؟ مش تطلع له كده هي دي بتاعتك، لا، تبقى انت شايلها جوه، فهمت ازاي؟ هو مش شايفها، وتقول له طيب بأمارة ايه؟ يقول لك الأمارات بتاعتي، اتضحت الأمارات بتاعتي خلاص ده، فهمت بقى؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لما تلتقطها صاحبها تقصد نسي ملامحها خلاص قضي عليه مع السلامه، يستاهل، هنعمل ايه؟ لانه مش هيبقى عنده اماره واضحه، ولو ضاع عليه هتبقى صدقه في حقه، لان هيستعملها صح اللي التقطها كانه تصدق بيها على سنة. يعني مش هتضيع برضه عليه، اللي يضيع منك في صحيفه صدقاتك يوم القيامه، ما تقلقش يعني. يضيع بس وما تقلقش. واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك، يعني في ضمانك أو في حيازتك أو في ملكك، تحتمل كلمة لك دي كل المعاني دي،
عشان كده كلمة في علاج دي تحتاج بقى تفصيل، نقعد بقى نشوف الروايات كلها. هل على سبيل التملك؟ ولا على سبيل الضمان؟ ولا على سبيل الأمانة ما زالت؟ فهمت بقى؟ فالشافعية والأحناف فهموها إنها على سبيل الضمان. فهي لك ضامنا لك. يعني استعملها لكن تضمنها. والمالكية قال لك لو مرت السنة فهي لك ملكا، لا ضمان فيه. فهمت؟ وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف، تعترف يعني إيه؟ يعني لم يصفها أحد بأمارتها، أدي معنى تعترف، يعني لم يأتي أحد يصفها بأمارتها، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها. يعني أيد عندك بقى ودون كده في ذاكرتك أو في حاجة مكتوبة إن كانت أمارتها كذا، وزنها كذا، وعددها كذا، وصفة ده، وبعدين استعملها. فلما يجي لك بعد سنين تبقى أنت فاكر الإيه المعلومات دي. فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها. كلها يعني إيه؟ يعني استعملها ليستنفقها ليها وشأنك بها، أو هي لك. كل دي روايات. ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. أهو ده دليل الشافعية أهو، ما حددهاش بالسنة في الأداء، حدد بالسنة في التعريف لكن ما حددش بالسنة في الأداء. فهمت؟ فالمالكية قالوا لا، قال فأديها لا يعني في خلال السنة، أما بعد السنة لا. فهمت؟ يبقى الحديث واحد ومفاهيم العلماء تختلف. وعن أبي قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإذا اعترفت فأديها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا يعني سنة قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا تاني يعني زود شوية لحد 3 سنين يعني لأن دي حاجة ليها قيمة 100 دينار دي حاجة ضخمة فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيت قال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. وعن أبي قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي وأشكر بعض العلماء قال لك السنة ليست على سبيل التحديد ده على سبيل الغالب الأعم، أما إن كانت حاجة لها قيمة كبيرة فممكن يحفظها إلى 3 سنين بعض العلماء قال كده. وبعض العلماء قال ما زاد عن السنة من باب الورع والسنة من باب الفقه، يعني إيه اختلفوا في المسألة. وعن أبي قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا
واختص الحديث، والصوت اللي هو ما يساق به الإبل، يعني اللي بيضرب به الإبل وهو ايه بيسوقها، اسمه صوت. فوجدت صوتا واقتص الحديث بمثلي الى قولي فاستمتعت بها. قال شعبة: فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. وعن ابي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش حان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع ها قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن سفيان ح قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن ابي انيسه ح قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة، كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الاسناد نحو حديث شعبه، وفي حديثهم جميعا 3 احوال يعني 3 سنين، إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه 2 أو 3، وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع: وإلا فهي كسبيل مالك، وإلا فهي كسبيل مالك يعني كسائر مالك، يعني كسبيل مالك كسائر مالك، يعني اعتبرها مما تتموله يعني تنفقه. وفي رواية ابن نمير: وإلا فاستمتع بها. ونقف على باب في لقطة الحاج غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.